اختلف علماء الفيزياء الكلاسيكية على تفسير طبيعة الضوء، هل هو جسيم أو موجة؟ بهذا الفيديو رح نشوف كيف قدر أينشتاين أنه يقدم تفسير عن طبيعة الضوء وبالتالي يوائم بين نظرية الأمواج ونظرية الجسيمات. بعد ما أنهى إسحاق نيوتن قوانين الفيزياء الكلاسيكية، اعتقد العلماء أنه اكتشفوا كل القوانين اللي بتفسر كل الظواهر المحيطة، أنه العالم بيشبه الآلة الميكانيكية اللي بتشتغل بقوانين واحدة هي قوانين الفيزياء الكلاسيكية. وهذا الاعتقاد دفعهم للإقرار بأنهم بيقدروا بأنهم يتنبؤوا بأي حدث ممكن يصير بالمستقبل إذا عرفوا مقدماته بالحاضر، مثل أنهم يتنبؤوا بحركة أي كوكب بالمستقبل إذا امتلكوا المعلومات الكافية عن سرعة وحركة وكتلة الكوكب. الثقة العمياء بقدرة الفيزياء الكلاسيكية على تفسير أي شيء استمرت حوالي 200 سنة، لحد ما ظهرت ظواهر مدهشة وقفت قدامها قوانين الفيزياء الكلاسيكية عاجزة عن تفسيرها. من ضمن هاي الظواهر اللي رح نحكي عنها بهذا الفيديو هي ظاهرة التأثير الكهروضوئي. شو يعني ظاهرة التأثير الكهروضوئي؟ لما نقرب مصدر للضوء من صفيحة معدنية مثلا، رح نلاحظ خروج تيار كهربائي من الصفيحة. والشي الغريب انه كل ما نزيد شدة الضوء بتزيد شدة التيار. هاي الظاهرة فتحت أسئلة كبيرة، مثل أنه شو العلاقة بين الضوء والتيار الخارج من المعدن، وشو العلاقة بين شدة الإضاءة وشدة التيار الكهربائي، وليش لازم شدة إضاءة معينة ليمر هذا التيار، وليش هاي الظاهرة بتحدث بأنواع معينة من المواد اللي بتنعمل منها الصفائح مو بكل المواد. طبعا الإجابة على هاي الأسئلة كانت شبه مستحيلة بالنسبة للعلماء المختصين بالفيزياء الكلاسيكية، وبينت أنه لازم يظهر تفكير جديد عن قوانين مختلفة ثورية تقدر تلاقي أجوبة لهي الأسئلة. البداية كانت من العالم ماكس بلانك، اللي لاحظ انه لو جبنا قطعة حديد وسخناها رح يكون لون الضوء الخارج من الحديد احمر، لما نستمر بتسخينه رح يتغير اللون بالتدريج ليصير لون الحديد ازرق. لنعرف شو تفسير هاي الظاهرة لازم نمرق بشكل سريع على مفهوم الطيف المرئي للطاقة. اكتشف العالم نيوتن بالتجربة انه الضوء الابيض اذا نفذ من منشور زجاجي بيتفكك لسبع الوان هي الوان الطيف المرئي، كل لون له مجال طاقة محدد. الوان الطيف من الطاقة الادنى للطاقة الاعلى بالترتيب هن الاحمر، البرتقالي، الأصفر، الأخضر، الأزرق، النيلي، بنفسجي. فإذا تفرجنا حوالينا منلاقي أنه لكل شيء له لون خاص، والحقيقة أنه هاي الأشياء علمياً ما إلها لون، وإنما بتمتص بعض إشعاعات الطيف وبتعكس الباقي، فبيكتسب كل شيء لون الإشعاع اللي بيعكسه. على سبيل المثال، اللون الأخضر لورق الشجر هو مزيج من ألوان الطيف اللي بيعكسها ورق الشجر. بناءً على هذا المفهوم، المفروض أنه لون الجسم بيتغير كل ما تغيرت طاقته بالزيادة أو النقصان. فاللي عم بيصير بقطعة الحديد انه عم تكتسب طاقة عم تتزايد بشكل تدريجي، وبالتالي عم بتغير لونها من لون الطاقة الأدنى للون الطاقة الأعلى. لنفهم كيف اكتسبت قطعة الحديد هاي الطاقة لازم نعرف شو عم بيصير بأصغر جزء من مادة الحديد واللي هي الذرة. حسب الفيزياء الكلاسيكية، الذرة هي أصغر جزء بالمادة غير قابلة للانقسام، هي وحدة البناء الرئيسية لكل شيء موجود بالكون. أول مكون للذرة هو النواة اللي بتحتوي على بروتونات موجبة الشحنة ونيوترونات معتدلة الشحنة. المكون الثاني هو الإلكترونات اللي بتتواجد بعدد من مستويات الطاقة حول النواة. تتحرك الإلكترونات بشكل سريع جدا، تشبه بشكل كبير حركة الكواكب حول الشمس بالمجموعة الشمسية. أما شحنة الإلكترونات فهي سالبة. لو أخذنا ذرة الحديد على سبيل المثال، هاي الذرة بتتكون من نواة موجبة الشحنة والإلكترونات متوزعة على أربع مستويات للطاقة. المستوى الأول بيحوي على الإلكترونين، المستوى الثاني 8 إلكترونات، الثالث 14 إلكترون، والرابع إلكترونين. ذرة الحديد بتحافظ على توزيع الإلكترونات على مستويات الطاقة بهذا الشكل لحد ما نزودها بطاقة خارجية. هاي الطاقة بتنتقل للإلكترونات بتخليها تنتقل لمستويات أعلى من الطاقة. بعد مدة من الزمن بترجع الإلكترونات لمكانها الطبيعي، لكن وهي راجعة بتحرر الطاقة اللي اكتسبتها على هيئة إشعاع. فنتيجة لأنه الإشعاع بيطلع لما الإلكترون ينتقل من مستوى أعلى لمستوى أقل، فمنقدر نقول أنه الإشعاع بيخرج على شكل صور منفصلة عن بعضها مو بصورة متصلة. يعني كل إلكترون بيرجع لمكانه بيحرر معه طاقة. بمعنى آخر، بلانك اعتبر أنه الإشعاع بيخرج على شكل كمات منفصلة من الطاقة مو على شكل كم واحد، مثل ما كان الاعتقاد سائد عند علماء الفيزياء الكلاسيكية. ماكس بلانك اعتبر أنه هذا التحليل بينطبق فقط على طاقة الإشعاع، مثل الإشعاع الصادر عن قطعة الحديد، وما له علاقة بطبيعة الضوء نفسه. لذلك لحد هلأ ما قدرنا نفسر طبيعة الضوء. العالم نيلز بور كان مبهور بفكرة الطاقة المكونة من الكمات اللي حكى عنها ماكس بلانك، وقدر من خلال هاي الفكرة أنه يعطي تفسير فريد على ظاهرة التأثير الكهروضوئي. اعتبر بور أنه الإلكترون الموجود بالمدار الخارجي لو اكتسب كمية من الطاقة كافية لتحريره من الذرة، فرح يتحرر من الذرة بشكل كامل ويتحول لإلكترون حر، وهذا اللي بيفسر خروج تيار كهربائي من المعدن لما يتعرض لمصدر طاقة مثل الضوء.
إذن التيار الكهربائي هو عبارة عن الإلكترونات المتحررة من المدار الخارجي للذرة. قدر أينشتاين أنه يقدم تفسير عن طبيعة الضوء بالاعتماد على نظرية ماكس بلانك للطاقة، نظرية نيلز بور لتفسير التأثير الكهروضوئي، وهذا الشيء من خلال دراسة تأثير الضوء على الخلية الكهروضوئية. الخلية الكهروضوئية بتحتوي على لوحين معدن مقابل بعض. اللوح الأول رح نسلط عليه ضوء من لمبة فبيطلع لنا إلكترونات، رح نسمي هذا اللوح بالباعث. اللوح الثاني رح نستقبل فيه الإلكترونات الصادرة من الباعث ورح نسميه الجامع. رح نوصل الباعث بالطرف السالب للبطارية والجامع بالطرف الموجب للبطارية. ضوء اللمبة له شدة إضاءة معينة وتردد معين، وممكن التحكم بشدة الإضاءة أو التردد بالزيادة أو النقصان. التردد هو عدد الدورات اللي بتناوب فيها التيار بين الأقطاب. فمثلاً إذا عندنا لمبة ترددها 50 هرتز، رح يتم التبديل بين القطبين الموجب والسالب لللمبة 50 مرة بالثانية. لما نزيد شدة الإضاءة، تزداد عدد الإلكترونات الصادرة من الباعث، وبالتالي بتزيد شدة التيار. الغريب بالموضوع إنه لما نخفض تردد الضوء، نوصل لمرحلة ما بيخرج فيها أي إلكترون من الباعث، وبالتالي ما بيتولد تيار كهربائي قد ما زدنا شدة الإضاءة. وهذا الكلام بيتعارض على طول الخط مع الفيزياء الكلاسيكية، اللي اعتبرت انه لما نستمر برفع شدة الإضاءة رح نوصل لمرحلة بنحصل فيها على تيار كهربائي بغض النظر عن تردد الضوء نفسه. لما أينشتاين حسب طاقة حركة الإلكترون المنبعث، لاحظ انه هاي الطاقة ما عم بتزيد لما نزيد شدة الإضاءة، وهذا بيعني انه ما في اي علاقة بين شدة الإضاءة وطاقة الضوء، لانه المفروض لو كانت طاقة الضوء عم بتزيد فالإلكترون رح يمتص هاي الطاقة وبالتالي تزيد طاقة حركته. طيب شو اللي عم بيصير لكن؟ شو هو الشيء اللي عم بيحرر الإلكترون من الباعث اذا ما كان طاقة الضوء نفسه؟ هذا الشيء ما له إلا تفسير واحد، هو إنه الضوء عبارة عن وحدات منفصلة عن بعض، فهي بتسلك سلوك جسيمات، رح نسميها فوتونات، بس هي الجسيمات إلى تردد معين مثل الموجات بالضبط، لهيك منقدر نعتبرها موجات. ممكن زيادة تردد هاي الموجات وبالتالي زيادة طاقة الفوتونات من خلال زيادة تردد الضوء نفسه. الخلاصة هي إنه منقدر نعتبر الضوء جسيم وموجة بنفس الوقت، فلما نزيد شدة الإضاءة رح يزيد عدد الفوتونات، وبالتالي رح يزيد عدد التصادمات بين فوتونات الضوء والإلكترون الكترونات المعدن، وهذا اللي بيسبب انزياح الالكترونات لمستويات اعلى من الطاقه. يعني بنقدر نتخيل اللي عم بيصير مثل لعبه البلياردو، لما تخبط كره بكره ثانيه فالكره الثانيه رح تكتسب طاقه من الكره الاولى وبالتالي رح تغير موقعها. يعني نظريه ماكس بلانك للطاقه ما بتنطبق بس على طاقه الاشعاع، وانما على كل مصادر الطاقه بما فيها الضوء. اخذ اينشتاين على هذا الاكتشاف جائزه نوبل بسنه 1921، وهيك بيكون وضع اينشتاين حجر الاساس لولاده علم جديد اسمه علم الفيزياء الحديثه او فيزياء الكم. تم تسمية هذا العلم بفيزياء الكم لأنه قدم مفهوم جديد وثوري عن طبيعة الطاقة، بعد ما أثبت أينشتاين أنه الطاقة بتتواجد ككمات منفصلة مو كطيف واحد مثل ما كان الاعتقاد سائد من قبل. بالفيديو القادم رح نعرض أهم مبادئ فيزياء الكم، واللي من خلاله رح نشوف كيف تغيرت نظرة العالم بشكل جذري لطبيعة المادة وبالتالي طبيعة الإنسان وطبيعة الواقع. كالعادة بتمنى لكم حياة سعيدة. سلام.